والله العظيم ها ويش اقول من اول مره من يوم ادخل برنامج انام نوم زين. ليه من يوم ما دخلت وانا مزين؟ عشانك ما دخلت برايم. لا والله والله ما انا دخل برايم بس وانا مزين يا اخي. على انه اليوم انكد يوم الا انه اسعد يوم في حياتي. انا قد جربت شرب برايم مرتين. والله انه اسعد يوم مرتين يا رجال. انا قصدي وش قصدي اني انا من يوم ما دخلت البرنامج انا ترى ما اعرف ارقد وعندي جاج ما نمت زين. يعني انا انام 3 ساعات 4 ساعات واقوم على البث. يلا هو الدوجة اليوم ما طلعت من البث من العصر. تدري من انا نمت ما دخلت الا بعد فقره الشيدر. قمت وتوشت وغسلت انا لي من يوم ما بدا البرنامج بعد اتوقف انا كل شوي عصر اجي كل شوي العب. ما في الا حليب ما ادري عاد باقي شاي ولا شاي داخل ما فيه بس ما انت كان في حليب ما ادري الظاهر. احنا نبي حلاق مشعل دورنا حلاق. وايش درى مشعل مشعل مثلك يا ولد. اليوم على انها انكد يوم الا انها اسعد يوم في حياتي. احس انها نقطه تحول لي ما ادري وش. يا رب تحط يا اخي والله العظيم اذا طروا البرايم اني انبسط واستانس. اذا اضطريت طلع هني اضيق واذا قلت رجع هني استانس. يا رجال طلعت على ستايل بغيت اقول والله تشوف اليوم تبي تجرب الشوط. خالد انا مختلف عن الناس. والله انا جاني تبلد والله انا امس 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 من واقف ستيج من قول اوتسايد كذا اقسم بالله توترت. انا داري شوف قلت بيوقف قلبه الحين وقاعد تدري اني قاعد اشوف رياكشن. انا كل شيء خرج منه ترى يا رجال قاعد اشوف رياكشنات عليه وطقطق عليه مضحك حاتم يقول اسكت اسكت اشغلت انا وانا اضحك. ارحب يا ابو فرح ارحب ارحب يا النجم يا مرحبا والله ومسهلا المبدع. والله يا ابو فرح من يوم ما بدا البرنامج يقول المشهد الاول من يوم ما بدا البرنامج وانا بزين الا اليوم امس والله اني صاد ما نمت زين ما نمت زين امس انا من 8 قمت يعني نمت اول مره نام 8 ساعات 9 ساعات من يوم بدا البرنامج. ترى معروف في البيت عندي نومي قوي نومي قوي مره بس اليوم نمت زين. انا اليوم نمت زين. اليوم راحت لا انا لا قبل اربع خمس ساعات بس انا لا قبل ولا اليوم. اليوم انكد يوم مصدع ويهرجون على راسي العيال عيال يخلوني ارقد وكل من مر من عندي مشعل انت بتطلع برايم ثم ضيقها علي ثم اقول انقل عني. لو يقهر زياده في ناس سمعنا في البرايم يجون يقول طيب خلك شجاع وجريء توقع مني بيطلع واحنا بنتوقع كل عادي مجرد توقع ممكن تصيبك خيب صح؟ ممكن وعفاني صبي يتوقع بسرعه. انا متحلم ان النور طالع اليوم برايم حلمه مشعل شالي توقع مني يطلع. انا احس انه بين اثنين. من؟ احس انه بين متعب وناصر مع اني ما اتمنى بس توقع. جرب توقع. ابو فرح خليك شجاع توقع. او يضيقها عليك استغفر الله. يا شجاع يلا توقع. عيفان الله يضيقها على ابليسك. امزح والله امزح ان شاء الله. والله اني متامل فيك امل قوي انك راجع والله. اشهد انك ضيقتها علي. عيفان شوف مشعل شوف مشعل اذا جاك احساس انك دخلت برايم انك تدخل برايم او انك لازم تكون متاهب لكل شيء. اللي ما يبي الخروج يعمل بجد واجتهاد انه ما يدخل برايم. لا انت قاعد تمدح نفسك من تحت من ورا ترى. لا مشعل بقول لك شيء للجميع ترى والله أيوة والله لي انا ولكم البرايم لا ارحب يا ابو سعود ارحب يا عبد الله والله متعب يا مشعل 70% خطا خل عنك النسب الخايس اللي يتصل فارس والله 70% يا لا. يا مشعل اليوم قال اليوم يعني قال مغادرنا الليله ناصر بن قمره الخلاص حق حلم استغفر الله قال لي قبلك فقع مرارتي قبلك بعيد الشر عنك والله يا ابو سعود. عفوا من الناس كل ما جاء واحد قال يغادرنا فلان. اي عباس اسمه غيمون. انا شغلتي امشي عند كل واحد برايم. كنت سنتراقص فرحا على خروجك. تدري ايش يقولون يا رجيم؟ تدري ايش يقول ايش يقول عيفان؟ يجي عند عباس يقول والله العظيم لو طلعت لي نلعب زي كذا. يقول والله لو طلعت يا عباس حقد عليك حقد عليك انا وعيفان اليوم لعب في اعصابي. ابيك شوي بنروح عقاب شوي بنروح اسكت بس واعطي ذا باص وندور على عباس. سلام الرهب ارحب يلا عددنا زايد ما كنا حقد الا والله انا احس انه بارد. يقول انا منافس قوي كذا تبوني اطلع قصير يلا يا رب كل واحد يهدي لي هدايا ايش رايكم؟ تستاهل يا شباب